يسعد أوقاتكم مستمعينا. جولة اليوم حنزور مدينة أوروبية معروفة بخضرتها الشديدة وغاباتها الكثيفة، برلين عاصمة ألمانيا وأكبر مدينة فيها من حيث عدد السكان. هالمدينة متعددة الثقافات وبيزيد عدد الأجانب فيها على 500,000 من 185 دولة. من حزمة خشب بلوط عمرها حوالي 2000 سنة عمر الحياة في برلين، عاشوا فيها قبائل السلاف قبل ما تعرف ببرلين على شاطئ نهر سبري في القرن الثالث عشر الميلادي. وخلال حرب الثلاثين عام المشهورة بين الممالك الأوروبية في بدايات القرن الخامس عشر، فقدت المدينة نص السكان فيها بسبب القتل وانتشار المجاعات والأوبئة، وازدهرت مرة تانية على إيدين فريدريك فيلهم اللي شيد أول قناة مائية تربط بين نهري سبري والأودر، وسمح للأجانب والمنفيين خاصة اليهود بالاستقرار في المدينة. أصبحت برلين مدينة صناعية بامتياز وحلم الباحثين عن العمل وعن حياة أفضل مع ازدهار الثورة الصناعية في مطلع القرن التاسع عشر. وفي عام 1871 قامت الإمبراطورية الألمانية بعد ما استقلت عن روسيا وعاصمتها برلين. ورغم انهيارها في نهاية الحرب العالمية الأولى، ظلت برلين عاصمة الجمهورية الجديدة وصارت مدينة صناعية مهمة حتى عهد هتلر والحرب العالمية الثانية اللي فقدت برلين بسببها نسبة كبيرة من السكان والمباني. وخلال فترة الحرب الباردة تحديدا في عام 1961 قامت حكومة ألمانيا الشرقية بتشييد جدار برلين لمنع هروب سكان ألمانيا الشرقية من المثقفين والمهنيين والعمال المعارة لألمانيا الغربية، فصارت برلين مقسمة لجزئين شرقي وغربي. هالشي صعب حياة البرلينيين وحرمهم من زيارة أقاربهم على الجانبين إلا بتأشيرة الدخول. سقط الجدار عام 1989 وصارت برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعدها بسنة. برلين مدينة عالمية في الفنون والمتاحف والهندسة المعمارية والتاريخ، وفي نزهة تاريخية بين معالم المدينة بقابل الزائر قصر شارلوتنبرغ اللي انبنى في نهاية القرن السابع عشر ومشهور بتمثال على قبته بيتحرك بحسب حالة الطقس، بالإضافة لبوابة براندنبرغ أو بوابة برلين المشهورة بنيت في القرن الثامن عشر وبتظهر صورتها على عملات اليورو الألماني. نقطة التفتيش شارلي هي شاهد تذكاري على انقسام ألمانيا لدولتين شرقية وغربية، وفيها كمان ساحة ألكسندر بلاتس وفيها برج التلفزيون فيرنيزيتورم أعلى مبنى في ألمانيا. في برلين كمان جزيرة المتاحف اللي بتعتبر جزء من التراث العالمي لليونسكو، فيها خمس متاحف أشهرها متحف قصة برلين اللي بيحكي عن محطات التاريخ الألماني. حديقة تيرغارتن برلين في وسط المدينة وبيتوسطها عمود زيجس زويلا الذهبي اللي شيد لتخليد ذكرى الانتصارات اللي حققتها ألمانيا في حروبها العسكرية ضد فرنسا والدنمارك والنمسا، بالإضافة للحديقة الشرقية اللي صممت على الطراز العربي الإسلامي بتصميم المهندس الجزائري الأصل كمال الوافي. في برلين شارع مشهور، شارع كورفور ستندام، شارع ما بيعرف الراحة أبداً، مليء بالمتاجر الراقية ودور السينما والمسارح والمقاهي، بيعتبر من أهم وجهات التسوق في العالم، بالإضافة لسوق بودستام في وسط برلين وسوق الأتراك في حي كروتسبرغ بيسموه اسطنبول الصغرى بسبب نسبة الأتراك المرتفعة اللي بتعيش فيه. ومن اللطائف عن برلين إنه مساحتها بتعادل مساحة باريس 9 مرات، وفيها اليوم جسور وقنوات مائية أكثر من مدينة فينيسيا الإيطالية، وبيقام فيها سنوياً مهرجان سينمائي برلينالي، وفيها واحدة من أشهر صالات الموسيقى في العالم في الهارموني برلين اللي تم افتتاحها عام 1963. في برلين اليوم 100,000 شخص من أصول عربية، وبيرجع تاريخ العلاقة لسنة 1960 لما دعت ألمانيا الغربية آلاف المغاربة ليكونوا عمال ضيوف ويساعدوا بناء اقتصاد البلد بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة لعشرات الآلاف من المهاجرين اللبنانيين أو الفلسطينيين من سكان لبنان اللي هربوا من الحرب الأهلية بلبنان. وفي السنوات الأخيرة مثل ما بنعرف ازدحمت باللاجئين السوريين أيضا. يذكر أنه أول عربي عاش في برلين في العصر الحديث هو المصري محمد لبيب محرم اللي وصل للعاصمة عام 1910 وأسس فيها أول حركة سياسية عربية. ومن برلين كمان تأسست أول شركة اسطوانات للأغاني العربية استوديو بيضافون لللبناني ميشيل بيضا في العشرينات من القرن الماضي. وبيتذكروا العرب جيل الحرب العالمية الثانية صوت هنا برلين حي العرب، لأن الحكومة النازية وقتها أسست محطة إذاعية للترويج لدعاياتها باللغة العربية. أما شارع زونين في برلين فبيعرف باسم شارع العرب وبتنتشر فيه المحلات والمقاهي والمطاعم
العربية. في برلين قصة أمة ذاقت مرار العنصرية أكثر من مرة بالتاريخ، واليوم بتتناثر فيها بصمات عربية لتضيف لها سحر بيجعلها أقرب لصورة الوطن بالنسبة للإنسان العربي. لكن العنصرية تجاه المختلف لونا ودينا وعرقا ما زال يطل بشبحه على المدينة من حين لحين في اسم مثل النازيين الجدد على سبيل المثال. ينام ويصحو الأجنبي اللي قصد برلين كوطن على أمل أن يهدم جليد العنصرية مثل ما سقط جدار برلين في القرن الماضي. مع مريم الحسن.